وأوضحت النائبة عن تحالف السيادة محاسن حمدون أن قانون الأمن الغذائي الطارئ لن يتضمن تعيينات أو خطوات لتثبيت فئات معينة من العاملين على الملاك الدائم، مشيرة إلى أن هدف القانون غذائي بحت وسينتهي دوره مع إقرار قانون الموازنة العامة. اللجنة المالية مستمرة في اجتماعاتها من أجل إصدار قانون الأمن الغذائي وإعطاء لكل محافظة أو لكل وزارة احتياجاتها وأهميتها من هذا القانون. هذا القانون ليس بقانون موازنة كاملة، وإنما قانون جزئي يخص فقط الأمن الغذائي. وردتنا كثير من الطلبات من المواطنين بدرجات وظيفية، محاضرين، هذا لا نستطيع أن نتخذ قرار به، لأنه هذا القانون وقتي مدة من الزمن لحين إصدار الموازنة العراقية.